لا الله يسلمك. ايه، ولك قصة يمكن مع الأمير ماجد بن عبد الله الحميد. رحمة الله عليه، ايه أمير ماجد بن عبد العزيز الله الله يرحمه. يرحمه كان أمير منطقة مكة ايه المكرمة، وكنا في موسم الحج ورايحين احنا كالعادة نقضي مواسم الحج كمذيعين، وأيامها كان الله يرحمه بدر كريم رحمة الله عليه عملاق إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، كان أحد الكبار الإذاعيين من العرب والخليج، كان اللي أنا يعني أعتز فيهم من الوطن العربي من الخليج بدر كريم من المملكة العربية السعودية، وإبراهيم كانوا من البحرين، وحمد المؤمن من الكويت. فبدر كريم كان معي والله مجموعة. فالمهم فالتقينا به رحمة الله عليه الأمير ماجد بن عبد العزيز كان أمير منطقة مكة، فقعدنا نسولف معاه في المكتب، ولا يقول يا ماجد أنا أستمع إلى ثلاث ماجدات. قلت له طالب شو ثلاث ماجدات؟ قال أنا أسمع واحد قال له ماجد سرحان في إذاعة البي بي سي في بريطانيا، واسمع ماجد شبل ماجد الشبل عندنا في المملكة العربية السعودية، واسمعك انت يا ماجد الشطي. قلت طال عمرك في واحد رابع اللي هو انت. السادس رحمة الله عليه. فكان موقف حلو يعني. كانت تعني لك انه يعني اسمك اصبح يتردد في الخليج ويتردد في السعودية، والشهرة ذي ايش اعطتك في المرحلة يعني؟ لا طبعا اعطتني شيء يعني حلو، شيء جميل. ان واحد مثل الامير ماجد بن عبد العزيز امير مكه وعنده مجال ما شاء الله ويسمع ويتابع ويسمع، هذا شيء لي فخر بالنسبه لي انا. شعرت بنشوه ان هو احد مستمعيني مثلا، وهذا شيء نعمه من رب العالمين حقيقه.